ما بهم منا أين نموت وكيف نموت ومتى نموت. طيب المويه اللي عليكم شربوها دي شو شكلها؟ شنو المويه اللي عليكم شربوها؟ بتاعت الصرف الصحي. شربوكم مويه الصرف الصحي؟ طبعا. وانتوا صايمين؟ واحنا صايمين. لا ضربنا رصاصه هنا. كنتوا كم كنتوا؟ 10 نفر؟ 10 نفر يا طوالي قدامي. الضرب في يدو الشمال هنا طلقة؟ الضرب هنا فوق الشمال هنا. فوق الحوض هنا؟ فوق الحوض هنا. في الرجل هنا برضه طلقة. الرجل اليمين فقد 3 أصابعين. تفضل. الحرية على السلام والديمقراطية. احنا كشعب السوداني ما بهمنا ان يقتلونا ولا بهمنا ان يسجنونا ولا بهمنا مهما يعملوا فينا. كل ما يهمنا ان يصبح السودان دولة مدنية، دولة ذات مؤسسات، دولة يكون كل انسان تحت قانون. هو سكر الدعم السريع بتاتشر ساكن ولادين ولاد الحلة. الولادين خشوا البيت، الناس دي خشوا جوا البيت بيطبخ الناس دي بطريقة عجيبة جدا بعكاكيز ملمومين فيه جوا بيتنا. كلهم دعم سريع؟ كلهم مساكن دعم سريع. ما في شرطة ما في أي حاجة؟ لا كلهم مساكن دعم سريع. لما سهيت من النوم بصوت الشافع اللي بيطبخ ده قمت يا اخوانا بطبخ الزول جوا البيت. اخوانا الزول ده لو مات هنا يعني شنو انتوا بتطبخوا جوا بيتنا لشنو؟ خلى بتكلم معهم بالطريقه دي بعد شويتين دفروني دقوني انا ذاته ببسطونا. طيب لو كده طمنا على اصابتك اللي حصل شنو؟ نزل في النهايه ادوني طلقه في كراعي جوه البيت جوه اللي حصل شنو؟ ادوك طلقه جوه البيت. ادوني طلقه في كراعي جوه بيتكم جوه يعني انت ما في الشارع ولا كنت جوه الشارع ولا بتعمل في ترس برا ولا في اي حاجه؟ لا نزل دخلوا ناس جوه بيتنا تدقوا فين جوه بيتنا.